نحتفظ بالذكريات، ما يؤلم منها وما يسعد. نعيشها حين نستذكرها كأننا نحياها اللحظة. تشحن أحاسيسنا بكل المؤثرات المتعلقة بتفاصيلها رغم البعد المكاني والزماني. حمام مدينة أبي الفداء القابعة على ضفاف العاصي الذي يجري داخلها كأنه شريان يتدفق من القلب، فاروق طيفور ابن تلك المدينة ولد فيها في منتصف الأربعينات من القرن الماضي، حين كانت سوريا تولد من جديد وتبدأ بتأسيس دولتها بعد 26 عاما من حكم الانتداب الفرنسي. كانت حماة كباقي مدن سوريا تعيش واقعا اجتماعيا وسياسيا يسوده حالة من الهدوء والتنوع بين مختلف التيارات السياسية والاجتماعية. مولدي كان عند بيت جدي أبو الوالدة في حلب. كانت هناك أحداث في حما أثناء الثورة في 45 أثناء الاستقلال ضد الفرنسيين، فوالدتي بناء على رغبة والدي تركت الحما وغادرت إلى حلب، لأنه جدي كان موظف مفوض شرطة في حلب. فولادتي كانت في حي المشارقة في حلب، لكن أنا في الأصل يعني بعد ذلك بعد الولادة واستقرت شوي الأمور في حما بالنسبة للثورة ضد الفرنسيين رجعت لحما. في الطفولة نحن في حي أساسي في وسط حما اسمه حي الباشورة. حي الباشورة في جزء منه المطل أو المشرف على نهر العاصي، هذا بيسموه حي الطوافرة. وهي عائلتنا من ذو القدم، من أكثر من 600 سنة موجودة في هذا الحي ومشهور في المدينة بهذا الاسم. نشأة الطفولة كانت في هذه المنطقة وفي هذا الحي بالذات. طفولة عادية كأي يعني إنسان من الأطفال. أنا في روضة الأطفال كان عمري 5 سنوات، دخلت دار العلم والتربية في الروضة، ثم في السنين المتقدمة الثانية الابتدائي والإعدادي كنت في المدرسة، كنت في مدرسة دار العلم والتربية وهي في نفس الحي كذلك في حي الباشورة، ولو أنه هي مؤسسة أهلية لكن تعتبر تضم شخصيات حما والأشخاص العوائل المتميزة أو الخاصة تدرس في هذه المدرسة. فأدي بشي شكلي خريج هاي المدرسة، أكرم الحوراني خريج هاي المدرسة، يعني شخصيات بارزة من حما هي خريجة مدرسة دار العلم والتربية. يتحدث كثير من المؤرخين عن تاريخ سوريا بين الأربعينات والخمسينات وعن الحالة السياسية والفكرية النشطة في أغلب مدنها وخاصة دمشق. روى لنا طيفور أنه ولد في أسرة أغلب أفرادها اشتراكي الفكر والميل السياسي، فقد كان لأكرم الحوراني أنذاك وهو ابن حماه تأثير كبير على الكثير من أبنائها. ولكن فاروق ورغم تفتق وعيه في أسرة اشتراكية إلا أنه اعتنق فكرا مغايرا ومضى فيه إلى النهاية. كان بالنسبة لحما بالذات كان حزب الشباب في بدايته اسمه اللي فيما بعد صار اسمه الحزب الاشتراكي، كان مقدمة له حزب الشباب أسسه أكرم الحوراني في مدينة حما، لذلك هذا كان الحزب النشط يعني في المدينة، إضافة إلى تجمعين آخرين، تجمع ب
زعامة رئيف الملقي اللي فيما بعد صار وزير التربية، وكذلك تجمع الإقطاعيين آل العظم وآل البرازي في هذا التجمع الثالث اللي موجود في المدينة. فهذه المكونات السياسية اللي كانت موجودة في المدينة. بالنسبة لعائلتنا آل طيفور كان تقريبا الغالبية هن من جماعة أكرم الحوراني ومن زعاماته، يعني ابن عمي اللزم خالد نورس طيفور هو من قيادات الحزب الاشتراكي جماعة أكرم الحوراني ومشهورين في قيادة الحزب. فوالدي كان من هذا الاتجاه، لكن أنا بوقت مبكر تعرفت على المسجد النوري وتعلقت في القضية الإسلامية والقرآن. الحي اللي أنا فيه الحقيقة فيه نشاطات متعددة، يعني مسجد النوري كان من المساجد الرئيسية اللي ركزت عليها جماعة الإخوان المسلمين لتعليم القرآن وتدريس القرآن، وكذلك مفتي حماة الشيخ سعيد النعساني الله يرحمه هو كذلك بنفس الحي وبنفس المسجد. فهذا المسجد كان مركزي في إطار الدعوة لجماعة الإخوان. ففي وقت مبكر أنا تعرفت من خلال دروس القرآن الكريم على المسجد النوري وعلى كذلك الشيخ مروان حديد اللي كان هو يعطي بعض دروس القرآن في هذا المسجد، كذلك الشيخ سعيد النعساني رحمه الله مفتي حماة هو كذلك كان يعطينا دروس في القرآن الكريم في هذا المسجد. هاي بداية النشأة، كنت في المرحلة الابتدائية تقريبا من عمري. الشيخ مروان حديد رحمه الله كان يعني سابقنا في العمر 4-5 سنوات تقريبا، فلذلك كان هو أنشط داخل إطار المسجد تبع الحي مسجد النوري، وكان يعطي هو دروس في القرآن وتحفيظ القرآن. فهذه بداية التعرف على الشيخ مروان حديد في المسجد مسجد النوري مسجد الحي يعني. ففيما بعد طبعا صار في علاقة بعد ما أنا كنت أحد الذين دخلوا ضمن إطار الإخوان وضمن هيئاتهم وأطرهم، كان في علاقة الحقيقة قوية ووثيقة، لكن كان فيها حوارات أحيانا ساخنة، لأنه هو أخذ منذ شبابه أخذ الخط الجهادي وفي هذا الاتجاه ويؤكد دائما على هذا الاتجاه منذ شبابه. يعني فيما بعد طبعا نميت هذه الطبيعة أو الحالة اللي كانت موجودة عند الشيخ مروان. أنهى طيفور دراسته الثانوية في حماة، انتقل إلى حلب بقصد الدراسة الجامعية ودخل كلية الهندسة المعمارية. وخلال فترة الدراسة كان طيفور ناشطا مهما في جماعة الإخوان المسلمين داخل الجامعة، مستفيداً من الجو السياسي العام السائد في سوريا وقتها والبيئة الخصبة للمشاريع السياسية آنذاك. في مدينة حلب كنت درست 5 سنوات كلية الهندسة، وكنت في المجتمع الحلبي داخل إطار الأحياء القديمة، سكنت في حي المشارقة اللي نفسه ولدت فيه أنا أصلاً، وكانت البيئة الاجتماعية قريبة لنفس البيئة اللي أنا عايشة في مدينة حماة. 5 سنوات الجامعة الحقيقة يعني قضيتها مع زملاء ومع أصحاب وأصدقاء، بنينا العلاقة من خلال مقعد الدراسة، وكان لنا العمل الإسلامي منذ اليوم الأول كان له نشاطه. شيخنا الشيخ عبد
بالفتاح أبو غدة، أنا أخذت له رسالة من شيخنا الشيخ محمد الحامد من حما على أساس كتوصية بالنسبة لي كتلميذ عند الشيخ محمد الحامد رحمه الله في حما، فتوصى فينا وكنت قريب كتير من الشيخ عبد الفتاح رحمه الله، وأحضر دروسه تقريبا كلها تماما، وخطبة الجمعة في المسجد عنده. هي البيئة جعلتنا نتنشط حول الشيخ ونأتي بطلاب الجامعة لدروس الشيخ، وتشكلت بيئة اجتماعية دينية جامعية يعني مشتركة، وكان في نشاط كتير طيب في هذا المجال خلال الحياة الجامعية. كذلك تعرفت على الأخوة في تنظيم الإخوان المسلمين في مدينة حلب، وتعاوننا في إطار تدريس المدارس المتوسطة والثانوية ودعم الشباب اللي هن قريبين من الجماعة أو من تلاميذ الشيخ في هذا الإطار. وقت اللي قامت مشكلة مسجد السلطان وصار في مواجهة في سنة 64 نيسان 64، أنا كنت بصف الثاني في الجامعة، فحاولنا نتعاون مع بعض المشايخ ونحطهم بالصورة إنه شو صاير في المدينة، ننقل لهم الأخبار وما حصل، وقصف مسجد السلطان فوق المعتصمين فيه من قبل النظام، ولذلك كنا نطلب منهم أنه يغلقوا المدينة وينادوا يعني التجار حتى يغلقوا المدينة تضامنا مع مدينة حما، وفعلا أغلقت المدينة بناء على ذلك، وأنا اعتقلت مع عدد من طلاب الجامعة اللي كانوا نشيطين في هذا الإطار، وبقيت في الأمن العسكري ما يقرب من أسبوع. في شوية تعذيب كانت مع الحجم اللي تطور فيما بعد، لكن كان في يعني تعذيب بحجم متواضع وليس يعني بالحجم اللي صار فيما بعد. أنهى طيفور دراسته في الجامعة، انتقل إلى دمشق ليؤدي الخدمة الإلزامية فيها، وكلف من قبل تنظيم الإخوان برعاية شؤون الطلاب الجامعيين. كان حافظ الأسد في ذلك الوقت يشغل منصب وزير الدفاع. أخبرنا طيفور أنه التقاه فسألناه عن ذلك اللقاء وعن الانطباع الذي كونه عنه. الحقيقة كان داخل إطار الجيش، كان في من أهم المشاريع هي رحبة الدبابات، وكنت أنا أحد المهندسين أو المهندس المعماري الوحيد المفروز لهذه القضية. كنا 12 مهندس، أنا مسؤول عن القسم المعماري في المجموعة مقابل 12 خبير روسي، كنا نلتقي من أجل إعداد المخططات والقضايا التنفيذية المطلوبة من أجل هذا المشروع. وصار في نوع من الاستعصاء في أحد الأيام بيننا وبين الروس، فجاء رئيس المجموعة المهندس الرائد كان فؤاد، هو اللي طلب منا انه لازم نروح نلتقي مع حافظ الأسد، نحطه بالصورة انه الموقف الخبراء الروس بالنسبة لعرضهم مرتفع جدا وغير مقبول، ونحن على استعداد لتنفيذ او قيام بالدراسة المطلوبة بشكل كامل، تبقى القضية التقنية هن يختصوا فيها، لذلك حجم العقد يجب أن يكون بحجم القسم اللي بدهم ياخذوه، أما الأجزاء الأخرى نحن سنكون المسؤولين عنها. فطلب حافظ أسد اللقاء بالمجموعة، والتقينا نحن مع حافظ أسد في الأركان، وكان البحث حول المشروع نفسه وموقفنا نحن في هذا الإطار. حافظ أسد يعني كشخصية عسكرية قيادية معروفة كانت في ذاك الوقت، كان هو وقتها وزير دفاع، وبناء يعني
على الخلاف اللي حصل بيننا وبين الروس، حب يستمع لنا وجهة نظرنا في هذا الإطار. يعني كان الموضوع محدود وليس عام، أو لذلك بقينا ضمن إطار القضية. هو كان في الحقيقة خلف الطاولة وقت اللي جينا على الاجتماع، على طاولة الاجتماع، فلذلك كان ما في مصافحة، يعني ما حد صافحه. نحن فورا جلسنا على المقاعد، كان في مقاعد على الطرف الآخر من الطاولة ونحن جلسنا عليها، وبدأ الحوار مباشرة، كل واحد مع الفايل تبعه والثبوتيات بتخص المشروع، وجهة نظره في إطار القسم اللي هو مسؤول عنه. بعد أن أنهى الخدمة العسكرية في دمشق، عاد طيفور إلى حماة واستمر في رعاية شؤون الطلاب ومتابعتها، مكلفاً بذلك من قبل الشيخ فارس المللي. كانت حماة في ذلك الوقت قد وضحت فيها الحاضنة الكبيرة للإخوان، وارتفعت شعبية الجماعة فيها. في 63 8 آذار 63 ما يسمى ثورة البعث، يعني صار في نوع من اتجاه ضد الإخوان وضد الإسلاميين عموما. هذا اللي جعلنا يعني بعد فترة الانفصال اللي كانت هي فترة منفتحة، وحتى الإخوان كان لهم مراكز ولهم بالعلن يعني كان يعملوا، ولهم نواب ولهم وزراء في الحكومة، فكان بدأت الأمور يعني تنضوي إلى الشكل السري، تغيب من الشكل العلني والمعلن إلى الشكل التنظيم السري بشكل تدريجي يعني. وكل ما تصعدت المواقف من قبل النظام تجاه تنظيم الإخوان وأفراد الإخوان، كان بالمقابل الإخوان يزدادوا تكتما وحرصا ودقة أكثر في تنظيمهم. هذا اللي جعل الإخوان يذهبوا في هذا الاتجاه. أنا ب73 استلمت إدارة الإخوان، إدارة مركز حماة بالنسبة لتنظيم الإخوان المسلمين، وعملت على إعادة الأمور وإعادة تفعيل التنظيم من جديد لل75. 75 في كان انتخابات، بال70 أنا كنت أحد المنتخبين وكنت انتخبت كذلك، اخترت من قبل الإخوان إدارة الإخوان كمسؤول للمجلس الشورى العام تبع سوريا، فكنت أنا عضو ممثل عن مركز حماة في مجلس شورى التنظيم في كل سوريا. في 75 انكشف التنظيم على مستوى القيادة بشكل مصادفة، يعني عن طريق أحد المهندسين اللي اعتقلوا في دمشق، وعند ذلك ترف على الأسماء فلوحقت أنا، اجوا يعتقلوني في 75، مكنت يعني أنه ما أعتقل وتواريت عن الأنظار لتقريبا لشهر 7 75. غادرت في 24/7 سوريا إلى لبنان، ومن لبنان غادرت إلى السعودية. عملي كنت أنا في الفترة بين 73 و 75 مسؤول مركز حماة، وكنت نائب رئيس مجلس الشورى وعضو مجلس الشورى ممثلاً عن مركز حماة. على إثر الأحداث المتكررة والخلافات بين مروان حديد وجماعة الإخوان المسلمين وارتفاع حدة التوتر، قامت قيادة الجماعة آنذاك بفصل مروان حديد ومن معه من تنظيمها، وأوكلت مهمة إبلاغ الشيخ مروان بقرار الفصل إلى فاروق طيفور. يحدثنا طيفور عن اللقاء مع الحديد
وكيف تم إبلاغه بالقرار؟ في مجلس شورى الإخوان كان في قرار، كنت أنا حاضر يعني أثناء القرار، وهذا القرار صار بعد أنا ما تلاحقت الحقيقة، بس كنت أحضر وأتجول يعني في سوريا. فالقرار يقضي بأنه نحن بالنسبة للعمل العسكري نرفض أن يكون داخل إطار التنظيم في أي عمل عسكري. نحن نقوم بعمل سياسي وعمل تربوي وعمل دعوي وتنظيمي، لكن العمل العسكري نحن لسنا موافقين نهائيا على الدخول فيه ابتداء. فلذلك أي واحد عنده توجه أن يعمل في الإطار العسكري يخرج خارج إطار التنظيم. فكان هذا القرار أنه علينا أن نبلغ الشيخ مروان حديد والمجموعة اللي معه، لأنه كان معروف أنه هؤلاء بيشتغلوا في إطار العمل العسكري، فنحن علينا إبلاغهم بأنه من معهم من التنظيم ويحرصون على البقاء بقاء معهم، وهو عنده رغبة في البقاء في التنظيم العسكري، تنظيم الإخوان يقوم بفصله بشكل رسمي. أنا أخذت هوية أحد الأشخاص اللي بيشبهني على أساس أنا ذاك الشخص، ولست يعني بهويتي الشخصية. كان هو متواري في دمشق في حي الميدان، أخذ بيت عربي دار عربية، وساويت أنا موعد معه بناء على اتصالات تنظيمية داخلية يعني بيننا وبينه، ورتبت الموعد وذهبت إليه زرته في البيت اللي كان متواري فيه، والنقاش والحوار كلياته كان في البيت نفسه. وخرجت بعد ما يقرب من ساعتين من عنده باتفاق كامل حول ما طلبه مجلس الشورى من الشيخ مروان. في سياق الحديث عن مروان حديد وكل ما جرى من أحداث كان للإخوان الدور الرئيس فيها من خلال صراعهم مع البعث على السلطة في سوريا، سألنا ضيفنا عن تلك الأحداث وتفاصيلها، خاصة عن خلفية اعتقال مروان حديد، وهل كان للإخوان دور في اعتقاله إذ طالما اتهموا بذلك. يعني نهائيا ما وارد أنه يكون أحد من الإخوان وشى عنه من أجل هذا الموضوع الجهادي أو كذا، لا أبدا. يعني هو الحقيقة انتقل من المنطقة اللي كان موجود فيها حي الميدان إلى حي المزرعة، وحي المزرعة منطقة مكشوفة، ليست مثل حي الميدان أزقة ضيقة وبيئة اجتماعية مغلقة ومحافظة كما نحن في مدينتنا في حماة، بيئة منفتحة. بتعرف في حي المزرعة في دمشق، وسكن في عمارة، عوض ما يسكن في بيت عربي منعزل وكذا، سكن في عمارة، فالدخول والخروج إلى العمارة جاب انتباه لهذا الموضوع، وربما صار رصد للعمارة، وصار في نوع من انزال على سطح العمارة ومواجهة معهم واعتقاله للشيخ مروان، وصيب وقته هو في طلق في كتفه. نتيجة نشاطه في الجماعة لوحق فاروق طيفور حتى اضطر إلى مغادرة البلاد، فسافر إلى السعودية وعاش فيها فترة من الزمن. وخلال تلك الفترة بدأت الطليعة المقاتلة في سوريا بالظهور مرة أخرى وممارسة أعمالها العسكرية. أعلن مباشرة على وسائل الإعلام خلال النظام ووسائل إعلامه، لكن حادثة المدفعية كانت حادثة مفاجئة الحقيقة بشكل كتير كبير، ويتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى كان عدنان عقلة رحمه الله، اللي كان قائد وقت مجموعة الشيخ مروان هو الدكتور عبد الستار الزعيم. عبد الستار الزعيم ليس منهجه هذا، يعني موضوع التفجيرات والقتل والجماعي أو كذا،
كان هو قائم بعمليات الاغتيال الفردية لقيادات ومفاصل في النظام، وبيعتبر هاي بيسميها انه قرصة البعوضة او وخزة البعوضة، فهي تؤرق النظام كلياته، لكن القرصة خفيفة صحيح هي ما تقتل، لكنها تشوش الجو العام. ولذلك كان الحقيقة خلال الفترة اللي كان عم يقودها عبد الستار الزعيم، النظام دائما وأشخاصه وقياداته في رعب أنه على مين الدور، مين بده يغتال مين. فتفجير الوضع بهذا الشكل لم يكن لصالح لا العمل العسكري ولا لصالح القضية عموما في مواجهة النظام. حادثة مدرسة المدفعية بحلب في عام 1979 قام بها مجموعة من الضباط على رأسهم إبراهيم اليوسف بالاتفاق مع عدنان العقلي. قتل في تلك الحادثة مجموعة من الطلاب داخل المدرسة. يعني هو أول اسم ظهر على مسرح الأحداث بالنسبة للطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين هو في حادثة المدفعية، ووقتها كان عدنان عقلة هو اللي حط هذا الاسم وكتب على جدار وقت مدرسة المدفعية أنه الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين. هذا الظهور الأول للهي. أما أيام الشيخ مروان رحمه الله ما كان في تسمية، ولا عبد الستار سمى جماعته الطليعة المقاتلة، هذه التسمية إجت متأخرة من عدنان عقلة. أما أنه أنا موجود في سوريا، فأنا موجود، كنت أشتغل بالسعودية ومعروف يعني من 75، وفي حتى صور يمكن الآن ممكن نزودكم فيها بالمشاريع اللي كنت أنا شغال فيها في السعودية كمهندس، يعني كنت أعمل هناك. فبالتالي موضوع الإقامة هناك والعمل هناك واضح كثير. يعني ليش؟ لأنه أنا كنت مسؤول قبل ما أطلع، كنت مسؤول مركز حماة، أنا كنت رئيس المركز. فالفكرة نبتت هي من حماة ومن بيئة حماة ومن جو حماة ومن قرب الناس لبعضها والمجتمع هذا، فهي الفكرة من هون جاء الموضوع وليس من مكان آخر على ما أعتقد. يعني الثاني من شباط من عام 1982 تاريخ لن ينساه السوريون. ففي ذلك اليوم اقتحمت قوات الجيش بقيادة رفعت الأسد مدينة حماة، قتلت الألاف من سكانها ودمرت جزءا كبيرا من المدينة بحجة القضاء على المسلحين التابعين للإخوان. أحداث حماة جت يعني كتطور للأحداث التي سبقتها، من اعتقالات، من مواجهات، من عمليات، لأنه تصاعد بعد أحداث حادثة المدفعية بال79، تصاعدت المواجهة وصار في عمل مسلح وحرب عصابات تقوم فيها المجموعات اللي كانت محسوبة على الطليعة المقاتلة، ونمي التنظيم تبعها بشكل كبير. والتنظيم وقت اللي كذلك اتخذ قرار أو القانون 49 لعام 1980، وطلع وزير الداخلية قال اقتلوهم في الأحياء، في البيوت، في أي مكان تجدونهم للإخوان المسلمين. فصار في نوع من المواجهة وطلب من التنظيم الدفاع عن نفسه، أي فرد يعني يكون مهيأ للدفاع عن نفسه. هذا اللي طور الوضع بشكل كبير، وصارت المواجهات تتصاعد، وصار كل مجموعة في حي في منطقة تشكل نوع من مجموعة قتالية وتواجه النظام أو أزلام النظام الموجودين.
هذا اللي وصل للحالة اللي ما عاد النظام مسيطر على المدينة، فأتى بكل القوى العسكرية اللي بيملكها وطوق الأحياء اللي ممكن أن تكون يعني مكان استعصاء للمقاتلين، وصار هذا الحدث بهذا الشكل 1982. لم يكن طيفور في سوريا وقتها، فقام باصطحابنا أثناء التصوير للقاء صديق قديم له شهد الأحداث في حما، فروى لنا صديقه كيف استفاق أهل المدينة على تكبيرات المساجد وأصوات القذائف. يعني خرجت كل الناس في الشوارع بين مصدقة وما مصدقة تنتظر، هل يعني النظام بده شيء من المدينة ولا بده يجر الناس على الشوارع وبعدين يرشهم ولا يبيدوا. فمع بزوغ الشمس يعني فصار نحن صرنا نسمع أصوات طلقات وأصوات انفجارات وأصوات دبابات. نحن عندنا في الحارة اللي كنا ساكنينها، أي حي؟ نعم، حي طريق حلب. ف ضلينا على الحالة تقريبا نشوف بعض الحواجز، إن كان يعني البعيدة نشوفها من بعيد حواجز الجيش السوري، وفي القريب منا حواجز أو ستائر لشباب من شباب الحارة، يعني يريدوا أن يدافعوا عن الحارة كانوا، فنراهم في الشوارع هؤلاء. بعدين يعني تطور الأمر، صار اشتباكات بين الجهتين، فنحن الاشتباكات ما كنا كتير بعيدين عنها، لأن ما يخلونا، في ناس ما يخلونا نقرب على مناطق الاشتباكات. هذا كلام باثنين إشباط الفجر، باثنين إشباط الفجر، لا بعد الفجر، بعد بزوغ الشمس هذا الحكي. فبعدين صرنا نشوف نحن بيتنا بيطل على القلعة، نشوف الحوامات مثلا، أصوات الحوامات بتنزل الجيش على القلعة، نشوفهم كيف عم ينزلوا حتى الجيش على القلعة. وعدة إنزالات صارت، يعني أول إنزال ثاني إنزال، تقريبا المقاومين اللي كانوا بالبلد، كنا نقول لهم مقاومين نحن، فيقتلوا كل شيء ينزل كان على القلعة، حتى استطاعوا بالأخير يستولوا على القلعة هو الجيش. نعم، فاستمر الكلام هذا مكرر يومين ثلاثة أربعة، حتى بعدين صار الجيش سيطر على المدينة بعد انسحاب المقاومين منها، فصار ياخذ يجمع أهل المدينة في مناطق جماعية، يعتقلون أو يقول لهم نحن بدنا بس نبعدكم عن مناطق الأحداث ما أصيبكم شيء، ولكن الحقيقة كان ياخذون على معتقلات جماعية. فأنا من جملة الناس اللي رحت على المعتقل في الثانوية الصناعية بحماة، وهي الثانوية الصناعية اللي درست فيها. نعم، فرحت فيها معتقل، ضلينا هناك فيها تعذيب أسبوعين ثلاثة. نعم، ولكن على الطريق يعني صار كتير يهينونا. نعم، الجيش طالعونا بسيارات جيش، وعلى أساس أنه بدهم يحمونا، ولكن إهانات يعني لا تصدق. وعلى طول الخط من المنطقة اللي أخذونا من المعتقل الجماعي على من المنطقة اللي أخذونا من على المعتقل كله تقريبا دبابات محروقة على الشوارع، يعني أنا عديت 24 دبابة منها محروقة. نعم، هاي في رابع يوم أو خامس يوم. نعم، يعني ستة أو سبعة شباب. نعم، كان طبعا الحياة في المعتقل الجماعي حياة تانية، يعني قاسية جدا كانت، يوميا تحقيقات وعذاب وربط على الكهرباء، ناس تموت تحت التعذيب، يسحبون يشحطون على الواح. بعدين هديت الأحداث بعد شهر تقريبا، طلعنا من الثانوية الصناعية من المعتقل الجماعي خلينا نقول، فكان هناك تجويع متعمد، يعني ما في لا أكل لا شرب، كل يوم يومين جيبوا لك خبزة واحدة بس. لما طلعنا على باحة الثانوية الصناعية المعتقل الجماعي هذا، أكوام الخبز مكومة هيك كلها ومعفنة. نعم، يعني موجودة بس ما يعطوا ما يعطوا للناس. نعم، يعني بعدين تركوا الناس، يعني بمناسبة رجعت أنت للحي للبيت تبعك؟ رجعت للبيت، يعني رجوع البيت حقيقة لما قالوا كل واحد يروح على بيته، وفتحوا أبواب المعتقل مو للكل، لبعض الناس اللي شافوا أنه هدول ممكن ما يكون إلون مساهمة أو إلون علاقة بالأحداث بشكل مباشر، تركوهم. بعد أحداث الثمانينات والمجازر المرتكبة بحق السوريين في كل من حما وجسر الشغور وحلب وغيرها،
انتهى وجود التنظيم في سوريا تقريبا، وفر أغلب أعضائه إلى دول الجوار وخاصة العراق. استفاد التنظيم من التوتر الحاصل بين بعث العراق وسوريا، وقام بإعادة ترتيب بيته الداخلي، فاستدعي طيفور إلى بغداد وانتخب عضوا في قيادة جماعة الإخوان المسلمين ومسؤولا عن القسم العسكري. اللي صار الحقيقة ردة الفعل بالنسبة لذهابي للعراق وعودتي إلى التنظيم وتفعيل دوري في التنظيم، بعد حادثة حما صار في إعادة وتقييم للأوضاع الجماعة، وصار في انتخابات جديدة على أثرها أنا انتخبت كعضو في القيادة، وطلبت من أن آتي من السعودية والألتحق في القيادة في بغداد. وأنا التحقت الحقيقة بعد فترة، لأنه كان في عندي ترتيب أموري وتأخرت 83 لحتى التحقت في القيادة في بغداد. كنت وقتها مسؤول عن مكتب العسكري والعمل العسكري. المكتب العسكري مشكل من 12 شخص إضافة إلي، وكان عملنا الحقيقة ضبط الأمور وإعادة تنظيمها ومحاربة الاختراقات اللي تشكلت داخل إطار التنظيم، وحتى داخل إطار الطليعة كان في اختراقات كتير كبيرة. على أثر مثلا نزول عدنان عقلة هو ومجموعة من الطليعة ما يقرب من 80 شاب نزلوا وقتها استدراجا من قبل النظام وأعدموهم كلهم تقريبا. فهذه الاختراقات الأمنية كانت هي الهدف الرئيسي الحقيقة لنا في العمل في المكتب العسكري، إضافة إلى الأعمال الأخرى تخص قضية الوسائق وقضية ما يحتاجه شبابنا وناسنا والمهجرين اللي طلعوا من وسائقيات يحتاجونها في حياتهم العملية أو المدنية. في تلك الفترة من الزمن قام النظام باستدراج مجموعة من الطليعة إلى داخل سوريا تتألف من حوالي 80 مقاتلا على رأسهم عدنان العقل قائد الطليعة آنذاك. تم التصفية أغلبهم واعتقل العقل الذي ما زال مصيره مجهولا حتى اليوم. نتيجة لتلك الحادثة قام من بقي من الطليعة المقاتلة بعملية سميت بحادثة الباصات. حادثة الباصات جاءت كرد فعل لاستدراج مجموعة عدنان عقلة وبما فيهم عدنان عقلة وقتها، حوالي 80 شاب من الطليعة استدرجوهم وأعدموهم تقريبا كلهم. وهذا الحدث جعل من بقي من شباب الطليعة متحمس لعملية انتقام من النظام ومن أشخاص النظام، فلذلك حادثة الباصات جاءت في هذا الإطار. المجموعة اللي قامت فيها هي مجموعة من الطليعة، كل الأفراد اللي قاموا فيها من جماعة الطليعة المقاتلة. أما ما معني في المكتب العسكري في ذاك الوقت هو دعم لوجستي وليس أكثر من ذلك يعني. أما المجموعة اللي قامت فيها وخططت لها ونفذتها هي مجموعة من الطليعة المقاتلة، من شباب الطليعة. أنشأت الجماعة في العراق معسكرات تدريب كان أشهرها معسكر التاجي مدعومين من نظام صدام حسين، وكان طيفور على علاقة بالمقربين منه وخاصة طه ياسين رمضان الذي كان صلة الوصل الرئيسية بين القيادة العراقية وقيادة التنظيم في العراق. يعني الحقيقة بعد الأحداث اللي صارت في سوريا ومن بداية الأحداث كان النظام العراقي إيجابي تجاه اللي لجأوا من سوريا إلى العراق، وخاصة من الإخوان أو من البعث، وكان داعم لاحتياجاتهم. وبالنسبة للاحتياج العسكري بالذات كان مهيئ معسكر معروف كان اسمه معسكر التاجي، وكان هذا المعسكر يدرب فيه الإخوان و
في مجموعة دائمة من الإخوان موجودين في هذا المعسكر. النظام العراقي على برئاسة المرحوم صدام حسين كان إيجابي بكل المحاور معنا، سواء محور التعليمي لطلابنا، محور الدعم العسكري، الدعم المدني السياسي، بكل الأحوال يعني كان الحقيقة مواقفه إيجابية، وكان من أروع المواقف اللي شفناها من كل الدول العربية من الأشقاء العرب. والحقيقة اللقاء مع صدام حسين يعني كان قليل ونادر، ولكن في مؤسسات اللي عندهم اللي كان مسؤول عن الجانب السوري هو المرحوم طه ياسين رمضان الجزراوي، واللي هو بمثابة رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء، فهو اللي كانت علاقتنا وثيقة معه بشكل مباشر، والزيارات يعني تكاد لا تنقطع أسبوعياً، والتشاور في إطار الوضع السوري والتطور في الوضع السوري. بالنسبة لصدام حسين يعني في اللقاءات الاحتفالية كان على الغالب نكون موجودين بالمناسبات، يعني يكون في لقاء وفي سلام يعني عليه في هذا الإطار. بغير هذه اللقاءات، لقاءات خاصة يعني كانت فقط مع المرحوم طه ياسين رمضان الجزراوي بصفته رئيس الحكومة ومسؤول عن ملف القضية السورية. بعد أن وضعت الحرب العراقية الإيرانية أوزارها وتوقفت جبهات القتال بين الدولتين، ورداً على الدعم الذي قدمه نظام الأسد للإيرانيين في ذلك الوقت على حد قول طيفور، كان صدام حسين في بغداد يعيش رغبة مساعدة السوريين في التخلص من نظام الأسد، فأقدم على تدريب ما يزيد عن 1000 مقاتل من جماعة الإخوان والبعثيين الهاربين من سوريا مع أمين الحافظ لتأهيلهم لخوض معركة مع النظام في دمشق. في مرحلة من المراحل الهامة في إطار القضية السورية، كان بعد ما انتهى من حرب إيران كان عنده توجه نتيجة دعم النظام السوري لطهران في حربه ضد العراق، تقديم كل الدعم وكل المساعدات من قبل نظام حافظ أسد، كان عنده رغبة وعزم أنه يعمل نوع من هجوم معاكس في اتجاه تحرير سوريا من هذا النظام وإعادة الوضع إلى الشعب السوري وحريته. فكان تفكيره أنه يساوي إعداد لمجموعة من السوريين بشرائح كبيرة ويقوم بهجوم قبل قضية الكويت. يعني هذا كان بال89، كان عنده رغبة لدعم السوريين بحيث أنه هن يشكلوا جيش تحرير يستطيع أن يدخل دمشق ويحرر سوريا من ربقة نظام حافظ أسد، نظام الإجرام. وصار نوع من تدريب، كنت أنا في مرحلة من المراحل مسؤول معسكر التدريب في الرمادي، وتدريب صار على مستوى واسع ولكل أنواع الأسلحة بما فيها الدبابات، يعني من عدا فقط الطائرات، أما مدفعية ميدان، مدفعية مصفحات، دبابات، طواقم كاملة، مضادات للطائرات ستريلا، بكل أنواع وسائل الأسلحة، الأربيجي المضاد للدروع والسبيجان 9، يعني كان في الحقيقة إعداد كتير ممتاز ومتقدم. لكن بالفترة الأخيرة ما أدري ليش قلب ومين اللي أغرى صدام حسين بأنه الكويت وليست سوريا هي الأهم، فاتجه لاتجاه إلغاء الفكرة هاي، ومع أنه كانت ناضجة وجاهزة للتنفيذ، والذهاب باتجاه الكويت. بعد سنوات عدة قضاها طيفور في العراق، خرج منتقلا بإقامته إلى الأردن بعد أن سقطت بغداد بدخول القوات الأمريكية إليها،
ثم سافر إلى السودان واليمن، واستقر به المقام أخيراً في تركيا. شغل مناصب عدة في التنظيم، كان أهمها نائب المراقب العام للجماعة التي مرت بمرحلة سياسية جديدة، كان أهم أحداثها فتح حوارات مع النظام في ذلك الوقت، وتشكيل جبهة الخلاص مع نائب الرئيس المنشق عبد الحليم خدام، واتساع الهوة السياسية بين الجماعة وباقي الأحزاب والتشكيلات السياسية الأخرى في سوريا على إثر ذلك. وبقي الوضع السياسي بين أخذ ورد حتى قيام الثورة السورية. وهنا سألنا ضيفنا كيف استقبل نبأ اندلاع الثورة وكيف تعاطت الجماعة معها. يعني نحن كنا نعمل على أنه الإخوان لا تبرز هويتهم في إطار هذه المواجهة، لأنه النظام استخدم هذه البطاقة في أحداث الثمانينات وركز على أنه محاربة الإخوان، هو ما عم يحارب الإسلام، عم يحارب الإخوان المسلمين، وبالتالي كان يصفي كل الناس تحت هذه المظلة أنه إخوان مسلمين. فلذلك نحن أردنا أن نجعل الهوية هوية وطنية، وأن تكون الشعارات كذلك شعارات وطنية. نحن الناس اللي قلنا كنا نقلهم نهائيا ما بتطالعوا أي شعار، ولا إعلامنا بيشتغل في هذا الإطار، ولا منحاول نظهر إلا ضمن إطار المشروع الوطني. وبالمناسبة أنا بقول لك أنه من اليوم الأول للثورة نحن كان قرارنا كأخوان مسلمين تبني مشروع الثورة، تبني المشروع الوطني، وأن لا يكون لنا كأخوان مسلمين مشروع خاص، بقدر ما الاندماج والتماهي مع المشروع الوطني للثورة ومبادئ الثورة وأهداف الثورة. ولحد الآن نحن ضمن هذا الإطار وضمن إطار المشروع الوطني، وعلى أثره كان جهدنا غير القليل في إنشاء أو بناء المجلس الوطني كمكون رئيسي وسياسي بدأ ليمثل الثورة السورية، وكذلك كان جهد داعم لموضوع الائتلاف الوطني ومشاركة داعمة ضمن إطار المشروع الوطني، وليس لنا أي مشروع خاص فينا نحن. بعد أشهر قليلة من اندلاع الثورة، تصدرت مدينة حماة بمظاهرتها الحاشدة المشهد السوري في وسائل الإعلام، حيث احتشدت الجموع في ساحة العاصي ورفعت شعارات مدنية كان أهمها الدين لله والثورة للجميع، ورددت حناجر الآلاف في تلك المدينة هتافات القاشوش وأغانيه التي أصبحت من ذكريات الثورة الخالدة. سألنا ضيفنا كيف كنتم في جماعة الإخوان تنظرون إلى تلك الشعارات، وهل تناسب مشروع الجماعة السياسي؟ وإذا بساحة حما، حما بالمناسبة نص ريفة غير شو اسمه، شوف أخي، يعني هو في مفهومه العام ما في مشكلة، لكن في الإطار اللي وظف له في الحقبة السابقة السياسية كان يستثمر في إطار محاربة الإسلاميين، وليس في إطار أنه أخي كل واحد على دينه، مثل ما كان بيقولوا عنا بالمثل كل واحد على دينه الله يعينه، أو استقلال العملية الدينية عن العملية السياسية العامة. هذا رفع في مواجهة الإسلاميين، وليس هو شعار في إطاره الحر، من قديم رفع في هذا الجانب، لذلك هي الحساسية منه تأتي من عمقه التاريخي واستخدامه في مواجهة الإسلاميين، وليس من معنى المشروع. نحن مثل ما عم أقول لك أنه نحن ننادي في المشروع الوطني، وأن الأمور الأخرى تأتي من خلال صناديق الاقتراع، من خلال مؤسسات البرلمان، من خلال يعني المؤسسات الحاكمة والديمقراطية تأتي قراراتها بالنسبة لموقف الدولة أو موقف النظام اللي بده يكون مستقبلا حاكم. فاروق طيفور ابن 70 عاما، كبير أسرة تتألف من عدد كبير من الأبناء والأحفاد، أغلبهم لم يرى سوريا يوما ولم تطأ أقدامهم ترابها حتى اللحظة.
بدا طيفور متفائلا بالعودة إلى الوطن بعد كل هذا الغياب، وراح يحدثنا عن الأماكن التي سيزورها برفقة عائلته عند عودته إلى حماة بعد رحيل النظام في دمشق. أنا عندي ست أولاد، ثلاث بنات وثلاثة ذكور، موجود بعض منهم هون معنا والبعض في مناطق أخرى بين الأردن وفي عمان. فعندي أحفاد ما يقرب من أقول لك يعني 19 حفيد، والجميع متزوج وعنده الحمد لله أولاد وبيئة عائلية يعني منسجمة، باخذهم على حينا وبيوتنا وناسنا يعني، وين هذا في البداية. أما كشيء عام وريهم على المدينة وأوضاعها وآثارها ونعرفهم، لأنه ما بيعرفوا المدينة نهائياً، ما في حدا منهم نزل للبلد بعد ما سافر.